ده انت ملت لدرجة اكتر ما انا كنت متخيل انك ملت. هلا بالخميس. هلا بالخميس. انتوا عارفين انها فقرة قريبة من قلبي، يعني فقرة مش زي اي فقرة، مش زي اي يوم، انا خليته هلا بالخميس لوحده، يعني لازم يكون هلا بالخميس ده حاجة مختلفة. انا عارف ان المفروض يكون في ناس تانية، والمفروض يكون في ناس احنا ما اتكلمناش عليهم نتكلم عليهم في هلا بالخميس، في ناس احتمال يبقوا ضيوف من قريب في هلا بالخميس. الكلام مش ليك يا كابتن عفوت نصر، ما تقلقش، يعني انا اعتقد ان انت ممكن تبتدي معانا بالفيديوهات الصغيرة، بس انت واضح ان انت ماشي على خطوة محترمة. في واحد تاني بس مش هجيب اسمه دلوقتي، لان انا حتى لو قلت اسمه الناس مش هتعرفه، بس هنتكلم عليه بعدين، يعني مش موضوعنا دلوقتي. المهم الكابتن بسيون الملط، الكابتن بسيون الملط بيتطور يا جدعان. يعني احنا وصلنا في زمن دلوقتي ان الميديا بتدور على الناس اللي زي كابتن بسيون المولت. كابتن بسيون المولت ظهر ولمع في ما شاء الله على السوشيال ميديا، بالذات ان هو مقتنع ان البيج بتاعته اللي هو بيعمل عليها شير من بيج كابتن طارق اي كيو السيد، مقتنع انها مقفوله، فهو بينزل كل فيديوهاته عند كابتن طارق اي كيو السيد ويقول لك ادعموا بيج كابتن طارق اي كيو السيد عشان ما تتقفلش زي صفحتي. وبعدين يخش يفتح صفحته يعمل شير للفيديو اللي هو كان بيتكلم فيه عند كابتن طارق اي كيو السيد. ما علينا، مش موضوعنا، انتوا فاهمين يعني. المهم الكابتن بسيون المولت ابتدى يتطور وعمل عقد مع شركه اي ميديا سبورت. شركه اي ميديا سبورت هي نفس الشركه اللي بتنتج مثلا للكابتن ابراهيم سعيد، بس ده راجل قاعد بيقدم محتوى كروي، يعني واحد طالع بيتكلم بيقول كلمتين، مش الكابتن بسيون المولت، الكابتن بسيون المولت بيقول كلمتين برضه، بس يعني ما علينا. المهم عشان ما اطولش عليكم في المقدمه، خلينا نشوف الكابتن بسيون المولت بعد التطور اللي ما يمنعش انه هيفضل الكابتن بسيون المولت. يعني ممكن تغير اللبس اللي انت لابسه، ممكن تغير الباك جراوند، ممكن تغير التصوير، ممكن تعمل اديت، ممكن تعمل كل حاجه، بس هتفضل بسيون المولت. بسيون المولت والاولويز بي بسيوني مولت، يعني دي حاجه مش هتتغير. خلينا اوريكم كابتن بسيوني مولت في اولى حلقاته مع اي ميديا سبورت كان بيقول ايه، ونرجع نكمل الكلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولى حلقاتي ان شاء الله في الخمسينة في اي ميديا سبورت. هتشوف النهارده حوارات وحاجات مش هتشوفها غير هنا، بس هطلع اول حاجه على، تعال بس خد، تعال تعال هقعد معايا، تعال احكي لك والله العظيم اللي هيحصل. لا حركه ذكيه، حركه دي ميزه انك تروح لحد يعمل لك ايديت شاطر. ليه؟ لان هم فهموا المشكله فين وبيلعبوا عليها. انت مشكله ما حدش بيطيقك. انت ما حدش بيحبك وما حدش بيقدر يكمل فيديوهاتك، فانت وانت بتبتدي الفيديو خد بس راح فين. اقعد بس والله اقول كلام مهم وبتاع. هي الناس عارفه ان انت ممكن من اول ثانيتين في الفيديو لك عم بسيون مالت مين سكرول، فقال لك نبتدي الفيديو لو سمحت اقعد بس، انا اسف بس معلش اقعد كمل الكلام. يعني ما علينا، اتفضل يا كابتن بسيوني خش في الموضوع. بن شرقي انت عارف، اقعد بقى تبص لي وما تبصليش. انا اول واحد قلت بن شرقي راجع مصر. طب يرجع مصر امتى ومع مين ومين اللي هيجيبه؟ ما اعرفش. انا بقى اقول لك دلوقتي، بص يا عم الحاج، دي واحده شقه بق عشان نتكلم براحتنا. بن شرقي يا سيدي قعدت ترهنوني وقعدت تقولوا لي بن شرقي مش جاي، بن شرقي جاي، وقعدت اقول لكم رجع مصر ورجع نادي الزمالك، وبيقول لي علاقه كويسه بجميل نادي الزمالك، ورفض عروض كتيره جدا في مصر. كان بيراميدز بيتفاوض معاه والنادي الاهلي بيتفاوض معاه. ايه ده، هو انت قلت ان بن شرقي راجع في المطلق؟ يعني انت قلت بن شرقي راجع مصر؟ اللي هو محمد صلاح راجع مصر امتى؟ لا مش عارف، بس بصيره هيرجع، يعني بصيره هيحن، ممكن مثلا نديله صورتين في الغردقه ولا اهو. انا قلت عشان الناس اللي بتراهني محمد صلاح راجع مصر. انا يا جماعه بقول لكم تصريح رسمي، الكابتن محمد النني راجع مصر، بس زي الكابتن بسيون المولت كده انا مش هقول امتى. يعني هو احنا يا حرام اللي فهمنا ان هو قصده في الميركاتو اللي فات، اللي هو عمل فيه مثلا بتاع 6-7 فيديوهات بيتكلم على بن شرقي. على حسب ما انا فاكر ان هو طلع الاول قال بن شرقي في الزمالك. وبن شرقي ليه في الزمالك؟ لان علاقته كويسه جدا بامير، علاقته كويسه جدا بامير. وان امير بيستغل صداقته مع بن شرقي، وانه عشان صداقته مع بن شرقي، وعشان بن شرقي كمان بيحب طبعا الزمالك وجمهور الزمالك، فبن شرقي موافق انه يخفض مرتبه، وموافق انه يقبل برقم اقل. يعني ما علينا، مش موضوعنا، سيبك من قصه بن شرقي ومن الكلام اللي انت قلته ده. وانت دلوقتي بتقول ان هو هيرجع الزمالك ورفض مفاوضات الاهلي وبيراميدز. كابتن بسيون المولت برضه هو نفس الشخص اللي طلع قبل كده في فيديوهات قال لنا ان خلاص يا جماعه بن شرقي مش راجع الزمالك، عشان اتكلم مع الجمهور بكل صراحه عشان ما اضحكش عليه. المفاوضات دلوقتي بين الاهلي وبيراميدز، وهو قال ان هو هيقبل بالعرض الاكثر ماديا او الاعلى ماديا، وده كلام صريح. كابتن بسيوني انت بتقول كلام وتنساه، يعني انت عندك مشكله انك بتقول كلام وتنساه، واعتقد ان دي مشكله احنا محتاجين نحلها، اهم بقى من قصه انت قلت ايه وما قلتش ايه. بس يعني ما علينا، انا هعتبر حته بن شرقي دي نقول ايه، يعني سقطه، حاجه فلتت منك كده، فاتفضل كمل. ما علينا، اتفضل. طب بن شرقي موقفه ايه دلوقتي بقى؟ ومين اللي مخلص معاه؟ او مين اللي هيخلص معاه؟ او مين اللي هيتفاوض معاه؟ لان سفيان لاعب راح في شهر 12 نادي الريان، فبالتالي هيتم الاستغناء عن بن شرقي في يناير، فبن شرقي يصبح في يناير فري. علاقته ايه بجمهور نادي الزمالك؟ علاقته بالمسؤول اللي هو قعد مع زيزو وخلص مع زيزو، هل بن شرقي ممكن نشوفه في نادي الزمالك؟ اتوقع اه.
اقعد بس يا عم، والله لسه هكمل، ده لسه جاي لك يا عم. انجز، ما انا قاعد. انت هتقعد بقى كل شويه تقول يا عم اقعد وخد تعب؟ خلاص ما انا قاعد، ما انا متنايل قاعد ما قمتش. ها انجز، قول عايز تقول ايه. ماشي، انت عايز تقول لنا دلوقتي ان بن شرقي هيقعد مع الشخص اللي كان بيفاوض زيزو. هو انت قصدك حسين لبيب ولا انت قصدك مين؟ اصل يعني على حسب ما اتقال ان حسين لبيب قعد مع زيزو عشان يجدد له العقد تاني. الواد زيزو ده انا قلت لكم قبل كده ان هو ذكي، هو كل سنه بيجدد عقده مع الزمالك. السنه دي باخد 25 مليون وامضي معاكم 3 سنين، السنه بعدها اقول له والله العظيم عايز امشي، اخد 30 مليون 40 مليون واقعد معاكم 3 سنين. فهو السنه دي بقى جاي لكم، والله امشي اخد 50 مليون واقعدوني اجدد العقد عادي، ما عنديش مشكله. ده انتوا زباين، ده انت لقطه. المهم يا لقطه انت وهو، المهم يعني الكابتن باسيوني مالت بيحكي لنا ان القصه عشان علاقته بالجمهور. طب ما هو لما مشي كانت علاقته بالجمهور كويسه، يعني بن شرقي كده كده لما مشي كان علاقته بالجمهور كويسه، ما كانش الجمهور بيحدفه بحاجه يعني. لو انت مش فاكر ممكن افكرك بفيديو الكابتن طارق يحيى، يا بن قلبي يا بن قلبي اقعد بقى، يا بن قلبي جدد بقى، ده احنا بنحبك. الفيديو ده والله ممكن يعمل ميم لوحده يعني. الفيديو ده ممكن الناس تستخدمه في مواقف كتير، بس برضه يعني ايه، مش القصه اللي هنتكلم فيها دلوقتي. خلينا مع كابتن باسيوني مالت، لان كابتن باسيوني مالت بيحاول دلوقتي يبيع لنا فكره ان بن شرقي جاي عشان هم جابوا سفيان في شهر 12. جابوا سفيان في شهر 12 زي واحد في شهر 10 يعني. ايه اللي انت بتقول؟ قصدك في الميركاتو الصيفي انت؟ انا نسيت، انت قبل كده كان عندك مشكله في الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي، كل حاجه داخله في بعضها كده يعني، ما علينا. المهم الراجل يا جماعه انه يقول ان هم جابوا سفيان في شهر 12، فهيمشوا بن شرقي في شهر 1 لان هم جابوا لعيب احسن منه فهيزحلقوه. يعني يمكن مش موفق مع النادي برضو، دي حاجه وارد انها تحصل. بن شرقي طبعا لعيب كبير وكل حاجه، لكن من الواضح ان بن شرقي هيمشي في يناير. بس متهيألي ان انتوا عندكم ايقاف قيد، انا مش عارف تاخد بالك من الموضوع ده ولا لا. انت خلاص واثق ان انتوا ايقاف القيد ده هيتشال؟ انت برضو قلت قبل كده ان ايقاف القيد ده هيتشال في شهر 9 ساعه ما الانتخابات قفلت، وطلعت عملت فيديو في موعد صفقات الزمالك وان في دعم من رجال الاعمال. انت فاكر الموضوع ده ولا نفس المشكله؟ هبقى عالجك انا، مش مشكله. الكابتن باسيوني مالت مش بس بيتكلم طبعا على بن شرقي، لان الكابتن باسيوني مالت ما شاء الله ما شاء الله مليء بالاحداث الجميله. فاتفضل يا كابتن باسيوني. ابو الفتوح، يا ابو الفتوح انت عارف انك صاحبي وحبيبي، وانت عارف انا بحبك قد ايه، ولعبنا مع بعض خماسي وانت لعيب مهم، وفي حاجه لازم تحطها في الاعتبار، القرار دلوقتي قرارك انت، ولا قرار وكيل ولا قرار اب ولا ام ولا خال ولا عم، لان انت اصبحت دلوقتي كابتن من كباتن نادي الزمالك، فانت مجبر انك تجدد لنادي الزمالك بشروط ما تبقاش خارج الطبيعه، لان دلوقتي انت كابتن من الكباتن الكبار، وانت عارف انا بحبك قد ايه، والوقت والتوقيت دلوقتي ما يسمحش ان كابتن كبير زيك في نادي الزمالك ما ياخدش القرار ده. طبعا انت زعلت عشان ما قلتلكش، عشان فاكر روح الاهلي، فانت مش بتاع الاهلي يا عم الحاج، اقعد بقى يا عم، مش بتاع الاهلي والله، اقعد بس اقعد يا ابني. انجز يا حبيبي، يا حبيبي انجز، انت كل دقيقتين هتقعد تقول لنا اقعد يا عم، اقعد يا عم، يا عم قاعد، ما قلنا قاعد. ماله بالفتوح يا سيدي، ماله بالفتوح؟ انت بتكلم ابو الفتوح المره دي بلهجه مختلفه، يعني انا ملاحظ ان احمد فتوح الكلام منك ليه مختلف، اللي هو احمد ابو الفتوح انت لعيب كبير وانت عارف ان انا بحبك، مش عارف ليه المره دي ما قالش ان انا مربيه من صغره ولا ايه. تفتكر عشان الكابتن طارق اي كيو السيد قال ان انا مربيه من هو عنده 15 سنه؟ مش عارف تقريبا اي عد بيطلع من نادي الزمالك لازم يكون عدى على ايد واحد بالاثنين دول. احمد فتوح من 15 سنه كان الكابتن طارق اي كيو اصلا لسه ما اعتزلش. الكابتن طارق اي كيو اعتزل من 14 سنه او 13 سنه ونص. يعني الكابتن احمد فتوح كان الكابتن طارق اي كيو السيد بيربيه وهو بيلعب. والله الكابتن طارق اي كيو ده فيه خير يا اخي، كان بيبقى عنده ماتشات وبيلعب مع نادي الزمالك. لا ما كان ساعتها مع نادي الزمالك صحيح، كان ساعتها رفضوه من نادي الزمالك زحلقوه وقال لك ما اروح اختم في اي حته ثانيه عشان نادي الزمالك طبعا بيقدر لعيبته، كلنا عارفين الموضوع ده، مش موضوعنا مش قصتنا. وبعدين الكابتن طارق كان بيروح يلعب ماتشاته الصبح او يروح تمرين الصبح ويجي اخر الليل يربي الواد ابو الفتوح، وفيكم الخير والله يا جماعه انتوا الاثنين. يعني المهم المختصر المفيد ان الكابتن باسيوني مالت بيقول له انا لعبت معاك خماسي، اللي هو افتكرني انت، انا باسيوني اللي لعبت معاك خماسي فاكرني. فانت لعيب كبير وانت عارف انا بحبك قد ايه، طبعا انا بحبك جدا يعني انت عارف يا ابو فتوح، فلو سمحت بلاش طلبات خارج عن الطبيعه. هو فتوح طالب منك ايه بالظبط يا كابتن باسيوني؟ عشان بس انا ابتديت اقلق ودماغي ابتدت تروح في اماكن تانية. اتمنى ان انا اللي فهمته ده يكون غلط. الراجل ده يعني طلب ايه بالظبط؟ ما تفكرنيش بافلام مش عايز افتكرها، فيلم بتاع عادل امام ده مش هينفع نقوله، ما علينا مش قصتنا قلنا. عايز ايه؟ طلب ايه؟ المهم لو انت قصدك انه طالب فلوس كتير، يعني عشان انتوا بتقولوا انه طالب 60 مليون في سنتين يعني 30 مليون في السنه. طب ما والله يا اخي اوفر ده، يعني زيزو بياخد منكم بتاع 40 مليون دلوقتي في السنه، ايه المشكله يعني لما الراجل ياخد 30؟ ما هو تاني احسن لعيب بعد زيزو من وجهه نظركم، يعني انتوا برضه حرين في اللعيبه بتاعتكم. يعني ما علينا كابتن باسيوني، عشان بس ما اطولش عليك في الموضوع ده. كابتن باسيوني مالت، بعيدا عن احمد فتوح، انا مقتنع ان انت عندك اخبار تانية عن نادي الزمالك، بما انك يعني طالع في حلقه اي ميديا سبورت وبقيت نجم كده وذو اخبار والخمسينه اللي انت قاعد عمال
تبلبعها وانت قاعد، دي يعني دي حركه روشنه. طيب اتفضل يا كابتن بسيوني كمل، عايز تقول ايه تاني؟ طيب في ايه تاني يا عم قصص جابه لنا؟ جايب لك بقى اهم حاجه بقى، في لعيب كده نوعيه ساسي، قوه والتحامات واستخلاص الكوره، طارق حامد يلعب سته بقى، يلعب ثمانيه، جاي نادي الزمالك ان شاء الله في يناير، وحاسبني على الكلام ده، ومن النهارده حاسبني على اللي انا بقوله ده. طب اللعيب ده مين؟ مصري؟ لا مش مصري. طب اللعيب ده اسمه اوس، هتعرف بعدين. استنى بس مش هكمل لك بقى، خد بس اقعد، في كلام مهم جدا هقوله عليه ودي الحقائق. معاك مصحف؟ طب يا كابتن بسيوني معاك مصحف احلف لك عليه ان انا قاعد، احلف لك بربنا ان انا قاعد، احلف لك على المصحف، احلف لك بايه؟ طيب مين قالك ان انا عايز اقوم امشي؟ يعني انت ليه مقتنع ان انا مصمم ان انا اقوم امشي؟ ما انا قاعد يا سيدي، ما قلنا قاعد، انجز. عايز تقول ايه؟ انت بتقول ان انتوا بتفاوضوا لعيب ميكس ما بين طارق وما بين ساسي؟ انا يا رب سمعت الجمله دي فين قبل كده. مش ده نفس التصريح بتاع سياده الموسيقار لما جبته الكابتن زكريا البينكي؟ الكابتن زكريا البينكي اللي قعد لعب 3 ايام في الزمالك وبعدين طلع من ماتش السوبر معيط والله العظيم ما هكمل، ما عايز ارجع بلدنا. ايوه لا بس وليد الكارتي لعيب مختلف بصراحه، وليد الكارتي لعيب كبير. مش انت قصدك برضه وليد الكارتي ولا انا فهمت غلط؟ اصل هو اللعيب الوحيد اللي عقده هينتهي السنه الجايه وبيلعب نص ملعب ومستواه كويس وهنا في مصر. استنى انا فهمت قصدك، انت تقصد وليد الكارتي بس انت ما رضيتش تقول اسمه ليه؟ عشان لو ما جاش ورحت جبته اي لعيب تاني اجنبي في نص الملعب. هو ده بقى، هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه. انتوا فاكرين كنت بتكلم على وليد الكارتي؟ دي كانت بعته، ده انا قلت اقول لكم كده اضحك عليكم يعني، لكن انا عن نفسي كنت بتكلم على وليد الكارتي بصراحه. شوف الولد بسيوني مولت ده خبيث. انا عارف انك مولت ولا تقصد اي حاجه من الحاجات دي، انت بس بتامن نفسك عشان انت مصمم على حته ان انا بقيت خلاص يعني رهنوني بقالي 6 شهور بقول اخبار صح. من 6 شهور اصلا امام عاشور ما كانش موضه في الاهلي، وانت كنت تقول ان امام عاشور لو هياخد 1,000,000 جنيه مش هيروح الاهلي. في الاخر زي ما قلت لك قبل كده مضى ب 3% من الرقم ده. المهم يا كابتن بسيوني سيبك من القصه دي، انت اكيد عايز تقول حاجه كده عن الاهلي، يعني اكيد مش هتعدي الفيديو كده حتى مع كامل احترامي لاي ميديا سبورت، يمكن يكونوا قالوا لك يا كابتن ما تغلطش، يا كابتن ما تقولش، يا كابتن مش عارف ايه، بس اكيد في حته كده عايز تقولها، ما تسمعنا كده عايز تقول ايه على الاهلي. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا لو اتكلمنا مثلا عن النادي الاهلي، النادي الاهلي يا حسين الشحات نجم المباراه، بس ضعف معلول، دلوقتي عايزين بيفاوضوا فتوح، ليه؟ عشان معلول وقع. لا معلول ما وقعش، الشحات واخد الدفعه الهجوميه، فبقال معلول بيجي عليه اتنين كل كره اتنين عليه، فبان ضعف قوه معلول في الحته الدفاعيه، اتنين عليه وفي السن ده لا يقع طبعا، فاصبح يقول لك نادي قالك بيطالب بباك ليفت. لا العيب مش معلول، ما معلول بتتكلم في 34 سنه وحسين الشحات 34 سنه، انت بتتكلم في حوالي 78 سنه على الخط واحد، 78 سنه يقعوا بعض طبعا، فالعيب مش معلول. ايه ده؟ احنا فعلا بنفوت فتوح عشان مستوى معلول وحش؟ يا راجل انت مش واخد بالك ان معلول ممكن يعتزل فاحنا عايزين باك شمال؟ ده انت ملط لدرجه اكتر ما انا كنت متخيل انك ملط، يعني انت عديت ليفل الملط اللي انا كنت حاطه في دماغي وطلعت ليفل ملط اعلى من كده بكتير. الكابتن بسيوني الملط متخيل ان احنا بنفوت فتوح عشان مستوى معلول وحش، مش عشان معلول احسن باك شمال في مصر وافريقيا حاليا، مش عشان معلول احسن واعلى ارقام باك شمال في تاريخ الاهلي، اللي ممكن يعني نتفق او نختلف فنيا ان لما نرجع كده تاريخيا الناس تقول لك لا يا عم الكابتن ربيع ياسين ما حصلش، لا الكابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه لو كان كمل في الملاعب، لو ربنا كان كاتب له عمر اطول من كده كان عمل مستوى مش عارف ازاي. الناس بتتناقش هو معلول احسن باك شمال في تاريخ الاهلي ولا لا، انت شايف ان معلول ده مستواه وقع؟ وبعدين خد بالك بقى، انت عارف علي معلول مستواه وقع ليه؟ استنى اما احلل لك حته فنيه كده عشان اثبت لك ان انا بسيوني مال. قال لك الناس بتقول حسين الشحات مستواه حلو، لا ده جاي على معلول، ده هو بس بيظهر هجوميا عشان بيسيب معلول يدافع لوحده. يعني حسين الشحات بيبقى معاه كوره فبيبقى كويس، ليه بقى؟ عشان ما بيرجعش يدافع يا باشا، ما بيرجعش يدافع، وبعدين كل كوره بيبقى معلول عليه اتنين، ليه برضه عليه اتنين؟ انا بص هفهمكم عشان انتوا احنا واضح ان احنا جماهير بيب بيب كلنا، مش انتوا لوحدكم، يعني انا معاكم بيب بيب طبعا، فاحنا مش هنفهم الافكار اللي بيتكلم فيها الكابتن بسيوني مولت. كابتن بسيوني مولت بيقول لك ان حسين الشحات متالق لانه ما بيرجعش يدافع، حلو؟ كل ده كلام منطقي، فمعنى كده ان اي اتنين لعيبه بيروحوا لقوا معلول لوحده، ليه؟ ها؟ لان نص الملعب ده بيتكسف، يعني نص الملعب ده لو لقى حسين الشحات ما رجعش يقول لك يا عم والله ما رايح لمعلول، طب خليه لوحده بقى، ها؟ يعني مثلا لما كنا بنلعب السنه اللي فاتت اللي كسبنا فيها كل حاجه كل حاجه يا ملط يا اللي بتقول ان معلول مستواه واقع عشان كده احنا بنفكر نجيب حد ومش عارف ايه، احنا كنا بنتكلم في الانتقادات الصيفيه اللي فاتت ان احنا عايزين نجيب فتوح، والنقاش طلع وان هو لسه في عقد وقت ومش عارف ايه والكلام ده. السنه اللي قبلها على طول قبل ما نتكلم الكلمتين دول الاهلي كسبان كل حاجه، فانت شايف ان الاهلي وهو كسبان كل حاجه كان دايما في اتنين بيروح على معلول يعملوا له مشكله. السنه اللي فاتت كان عندنا 3 في نص الملعب اللي هم مروان عطيه بالذات في النص الثاني، يعني بعد ما جه وقدامه ديانج على اليمين وحمدي فتحي على الشمال. حمدي فتحي اللي كان دايما بيرجع يقفل مع معلول واللي اصلا كان بيصعد معاهم حسين الشحات عشان يقفلوا الجبهه دي، وقدروا ان هم
كتاكتكس ندوس على الفرق كلها، مش بس في مصر ده في افريقيا. احنا فضلنا في الدوري المصري ما بنخسرش لحد ما رحنا نلعب بيراميدز بسبع لعيبه احتياطي او ميكس ما بين الاحتياطي والناشئين، فخسرنا الماتش ده. فطلعت ناس صيوحه على راسهم الكابتن هاني السعيد لانه بيحب يصيح قوي بصراحه، طلع بقى قاعد يقول لك بص بص شوف عملنا ايه وبتاع، والجماهير ابتدت تحتفل احنا كسبنا الاهلي، وطبعا مش جماهير بيراميدز يعني، الجماهير التانيه اللي هي بتشجع نادي تاني عشان هم جمهور الزمالك، بس هم من جوان بيحبوا بيراميدز عادي يعني، بيراميدز ياخد مننا اتنين لعيبه عادي، ياخد مننا مصطفى فتحي عادي، كان احنا نتخانق مع الواد امام عاشور بقى عشان نروح الاهلي يعني. مش موضوعنا برضه، مش موضوعنا جماهير الزمالك بتفكر ازاي، بس يعني المهم ان السنه اللي فاتت في عز ما الاهلي كان دايس على كل حاجه، الكابتن باسيوني ملط كان شايف ان علي معلول واقع، علي معلول اللي عمل الاسيست بتاع الفاينل الجون بتاع محمد عبد المنعم اللي بناء عليه بقى اسمه ملعب مركب محمد عبد المنعم، فاحنا خدنا بيه بطوله افريقيا، كان اسيست معلول. ما كانش ده الجون الوحيد اسيست معلول، علي معلول وصل مع الاهلي انه جايب 51 جول. انا شفت فريق بيحتفل ان في لعيب وينج يمين عنده، يعني احيانا بيلعب بلاي ميكر اشول ومهاري واسطوره، بيحتفلوا ان هو جاب 50 جول في الدوري، احنا عندنا باك شمال بيجيب جول 51. شوف ده في كام سنه وده في كام سنه، وانا بقارن باك شمال هتقول لي يا علي معلول جايب 51 جول في البطولات كلها يا حبيبي مش في الدوري بس. تخيل لما تبقى بتقارن وينج باهدافه يعني بباك يعني، ما علينا برضو مش موضوعنا مش قصتنا. المهم ان الكابتن باسيوني مالت عايز يثبت لنا ان حسين الشحات مش متألق عشان هو كويس، لا هو متألق عشان هو جاي على معلول، جاي على معلول. معلش يا معلول والله انا سيبك بقى انت ايه يقول عليك كخة وانا هبقى متألق. وفي نفس الوقت قال لنا ان خط الشمال ده او الناحية الشمال دي عندنا فيها علي معلول 34 سنة وحسين الشحات 34 سنة. انا مش عارف هو عارف منين ان حسين الشحات 34 سنة، لان كل حاجه في الدنيا بتقول ان حسين الشحات 30 سنه. فقال لك ان الخط ده شايل كده 34 و34 يعني 78، يعني انت باسيوني ملط لدرجه ان انت مش عارف ان حتى لو هو 34 ف34 و34 68 ده مبدئيا. دي النقطه الملط الاولى. النقطه الملط الثانيه ان ايه علاقه ان انت بتجمع ارقامهم ببعض؟ يعني ايه علاقه ان انا اقول الخط ده عليه لعيبه 34 و34 يبقى 68؟ لا كتير، 68 ورا بعض دي كتير، احنا عايزين نخلي 34 على اليمين و34 على الشمال فالملعب يبقى موزون، عشان لو حطينا الاثنين 34 هتلاقي الملعب كله مايل كده. عشان كده الكرة دايما بتروح ناحية الشمال يا ملط يا ملط. مهم بس يا ملط، عندك حاجة تاني تقولها ولا كفاية كده؟ اتفضل اتفضل. يلا عم اتكل على الله، اتكل على الله، خلاص انا خلصت، احاسب انا. روح انت، روح انت، روح انت يا عم، احاسب انا يا عم. امشي بقى امشي بقى امشي بقى امشي امشي، روح روح روح، مش عايز تمشي ما تمشي، خلاص روح روح انت بقى، انا هحاسب انا، خلاص روح روح. انا مش عارف مين اللي فهمك انك دمك خفيف يا ملط، انت الكوميدي في الموضوع ان انت بازيوني الملط مش الكوميدي مش المضحك، يعني احنا لما بنقعد نضحك عليك بنضحك عليك عشان انت ملط مش عشان دمك خفيف. المهم يا ملط انا عايزك تكمل زي ما انت عادي خالص، مفيش اي مشكله، ما تلتفتش ابدا للانتقادات السلبيه، ودي حاجه لازم انا اللي بقولها لك اهو، تسمعنيش تسمعش اي حد بينتقدك، انت زي الفل يا ملط، كمل كمل مع اي ميديا سبورت، كمل في فيديوهاتك لوحدك، وبعدين اعمل لهم شير على البيج بتاعتك اللي انت فاكر انها مقفوله او الصفحه بتاعتك المقفوله بتاعت الفيسبوك عشان مقفوله، ها اعمل شير هناك واحنا هنشوف الموضوع ده. وانا كده كده اعد لك يا ملط، تطلع في اي ميديا سبورت، تطلع في قنوات في التلفزيون سواء بقى سبورت او مش سبورت، هتلاقيني كده كده اعد لك حبا فيك يا ملط، عشان تفهم الموضوع غلط، ده حبا فيك طبعا لان انت راجل راجل اعتقد يعني زي الفل، انا اعتقد يعني زي الفل عشان ما تفهمش حاجه تاني، فاحنا كده كده مستنيينك يا ملط، كمل زي ما انت.